أصدقائي ورجعنا لكم تاني والجزء التاني. عبير، أهلا عبير، ازيك يا محمد؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله أنت تمام مش عارف تتكلمي خالص ليه؟ بالريحة جعانة خلاص. بنرحب بشمهندسة نهاد علي، بشمهندس وزارة التربية البدوية. الطعم اللي معمول النهارده في في الاستوديو، الريحة الجامدة دي والأكل الخطير اللي معمول ده مدي الحلقة النهاردة طعم مختلف. طعم وريحة الحمد لله. ما احنا بنشوقكوا الأول تشموا وبعدين تدوقوا يعني. طب ما ندوق الأول مفيش حلقة. طيب احنا هنتكلم في الجزء الداني، دايما بنحاول ان احنا نغير وعايزين نتكلم في موضوع يخص الرجل والمرأة بصفة عامة. تمام. هنتكلم على التوجيه والتوبيخ. والفيصل ما بينهم شعره واحده، يعني خط بسيط جدا يفرق ما بين الاثنين. التوبيخ والتوجيه نقدر نقولها في اكتر من علاقه، علاقه الطفل الاب الام، الاب لاولاده، الام لاولادها، الزوج والزوجه، الاصدقاء في العمل، حتى كمان رئيس مجلس اداره والموظفين. احنا هنركز النهارده على الزوج والزوجه. الزوج والزوج، الراجل والمراه. نبتدي يعني. هو أهم حاجة في المجتمع. طيب. العلاقة ما بين الرجل والمرأة، العلاقة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها علاقة جميلة، علاقة هي دي الحياة. تمام. لأن لو ما فيش، أنا ليا تعقيب. حلو. أنا أحب أسميها عتاب مش توجيه، لأن الزوج والزوجة هو مش هيربيني ولا أنا هربيه، لكن في حاجة أحلى بكتير، إن أنا عاتبه وهو يعاتبني ويبقى في حاجه حلوه قوي بيننا، ان احنا نتقبل العتاب لبعض. تمام. يعني نقد بناء زي ما بنقول. بالظبط بالظبط. يعني انا ممكن نبقى مثلا قاعدين في وسط ناس وفي حوارات، في حاجه حصلت مش عارف باين، فانا ما ينفعش ان انا قدام الناس واقول له العتاب اللي انا عايزه اقوله. تمام. انا ممكن اخد الكومنت اللي انا عايزه اقوله احتفظ بيه، لانه هو ما ينفعش ان انا اعاتبه قدام الناس. طب ماشي، هو ده بالنسبه للست. بالنسبه للراجل ايه؟ ما انت مش قادره تمسكي ماسكه للراجل. الراجل بيحب ان هو عشان يحس في بعض الرجاله ما شاء الله يحس. لا سيبني عدلتي كلامك. لا كل يعني مش كل الرجاله. في ناس محترمه جدا جدا يعني ما بتحبش اصلا تكلم مراتها قدام الناس حتى باسمها، زي ما يعني زي ما احنا بنعرف. بس في رجاله بتبقى تقول لك لا لازم احرجك قدام الناس، لازم انقدك قدام الناس. لا فده لا مش لطيف مرفوض. خالص ومش حلو، وهي دي بقى سوء العلاقه، هي دي بقى اللي احنا بنتكلم فيها. ان انا يبقى جوزي بيحترمني قبل ما يحبني. تمام. هو عايزين نقول في مثل عربي بيقول النصيحه في العلن فضيحه. النصيحه في العلن فضيحه، معنى ان انا لو نصحت شخص حتى لو بقول له، يعني لو في زوج وزوجه وهي ما بتعرفش تعمل قهوه وقدام الجميع قال لها انت ما بتعرفيش تعملي قهوه اعمليها مظبوط، الكلمه دي هي بسيطه جدا، بسيطه جدا بتجرح جدا، بس بتجرح. ايوه بتجرح. وعمري ما هتعلم اعمل على راي عبير فعلا. لو حد قالها لك لا خالص. انا ما بحبش النقد. النقد ايه؟ لا انا بحب النقد بس ايه؟ بذوق. نقد بناء زي ما بيقول. بذوق. نقد بناء. ما هو بلاش ويبقى مقبول. اصل انا اقول يعني على هو في ازواج كويس بيحب يتنمر على مراته قوي وهي موجوده قدام الناس، ده بيبقى عنده نقص. بيبقى عنده نقص. دوت عدم تفاهم ما بين الزوج والزوجه، يعني هو بيبتدي من هنا. حلو. انت ما بتحترمنيش خلاص، ما يعني ما فيش بقى. بس بالتالي هي برضه على فكره هو لو هو مش محترمها هي ما تقدرش ترد له عدم الاحترام. لا فعلا فعلا، يعني هو كل واحده يعني على حسب ثقافتها. نعم. ايوه تاني لا 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 فعلا. يعني دلوقتي انا جوزي قال لي حاجه او وجهني قدام الناس خلاص انا ما اقدرش ان انا اوجهه نفس التوجيه ده. تاني انا هنقول ده حقيقي، ده حقيقي. وده دور المراه. يعني انا هقول لكم موقف حصل. لا مش دور المراه. ايوه كده. لا طب دور المراه ان انا اخد. طب ادوني لحظه بس. كان ليا صديقه سوريه فردانة، انا بسلم عليها وان شاء الله ترجع سوريا بلد امنه وامان ونسافر تاني اكتر من مره. يا رب. كانت موجوده معانا في القناطر وحصل حديث ما بيني وما بين الراجل اللي هو هنأجر منه الكاريتا. تمام. وحصل شد ما بيني وما بينه، فجاه ما لقيتهاش موجوده، راحت سحبت نفسها وراحت عند المجموعه اللي كنا موجودين معاها، فاستغربت جدا من الموقف.
فخلصنا الحديث واتصالحنا والراجل اعتذر لي وقال لي خلاص هاتوا الناس. فلما رحت لها قلت لها انت عملتي كده ليه؟ يعني ايه اللي حصل؟ مشيتي ليه؟ فقالت لي طول ما انتوا بتتخانقوا مع بعض ووجود مرأة قدامكم الصراع هيكبر، لكن لو هي اتحركت الموضوع ممكن يهدى. وده اللي حصل بالفعل، رغم العكس وده اللي حصل بالفعل. الراجل يعني لو راجل وشايف ست هيسكت. انا بتكلم الثانية لحظة بقى. هي ثقافة مجتمع، ثقافة مجتمع. احنا عندنا ايه بقى؟ احنا زي الفل. لا احنا زي الفل طبعا. لا 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 بس هي ثقافة فعلا. بس ثقافتنا بتقول ايه؟ ويعني هي الزوجة اساسا دايما دايما هي بتحافظ على مشاعر جوزها قوي. طيب لو عايزين حضرتك ايوه الزوج، لو حضرتك يعني تقولي كلمه للزوج اللي دايما زي ما بيقول بيوبخ بس بياخدها بشكل مختلف. طب ليه بناخد اللفظ ده يا محمد؟ لا هو انا سميها تاب التوجيه. ما انا عايز اقول انا حلو قوي. امال ده انا مش لو أنا التوجيه انا اقول لك على حاجه يا محمد. عتاب معناها ان انا عايزه اظبط العلاقه. ما لو عتاب معناها ان انا عايزه. طب بتزعلي ليه؟ بتزعلي ليه من العتاب؟ عيشه كويسه. انا بعاتبك ليه؟ لحظة. يعني انا لو مش بحبك وعايزه الامور بينا تستمر اهبني العلاقه. انا لما عاتبك ببني علاقه كويس. لكن انا لو اخلص لو العتاب زاد شويه سميه ايه؟ لا هقول لك حاجه. لو انا وصلت مع جوزي لدرجه ان انا مش عايزه اعاتبه خلاص طب انا مش عايزاه. انا وصلت خلاص لدرجه هو في حاجه. لا مفيش حاجه. وهو في حاجه وحصل اوريدي حاجه، لكن انا وصلت لدرجه ان انا مش عايزه اعاتب اصلا. يعني خلاص انا كده بقى وصلت للنهايه. تمام. لكن ان انا اعاتبك لا، يبقى انا عايزه ابني العلاقه، عايزه اظبط يعني العلاقه. يعني معين انا اقول نقد ما اقولش تبويخ. طبعا هو يعني نقد او عتاب. يعني هما لو انا بعاتب بص يا عبير، لو انا بعاتبك مش هتزعلي من عتابي، لكن لو زاد وانا لسه بقوله لو العتاب زاد عن حده هيصبح توبيخ. انا عايز افرق ما بين الاثنين علشان التوبيخ هو اللي بيزعل. طب ماشي، ما احنا عايزين اللفظ ده مش بمعنى اصح. بمعنى اصح لو انا عايز توجيه ونقد. ايوه التوجيه ونقد. كلمه توبيخ دي ما نوصلهاش للمرحله دي. لا اصلي توجيه معناه تربيه. تمام. فانا يعني انا جايه تربيه. انا جايه مش منتظره ان انت هتربيني. ما هو اكيد هو شافني متربيه فعشان كده. ولا انت هتربي جوزك ولا جوزك برضو جاي. بس توجيه هي حاجه من الاكاديميه كده او شياكه او كده. امال لا خلي بالك والله ما عايزه انطقها. التبويخ اللفظ نفسه وحش. لا هو موجود. موجود بس انا رافضها. نقول نقد. لا فين؟ لا هو ممكن تبقي قاعده وجوزك قاعد معاكي واصحابكوا قاعدين، ممكن يقول لك انت ايه اللي خلاك تلبسي الهدوم دي؟ مش 100 مره قلت لك دي مش حلوه عليكي قدام اصحابك؟ ما هو ده كده. ده بيسمى ايه؟ قلل. يعني هو قللنا. هو كده هو قلل. يعني سوري يعني هقول ايه؟ مش هنقول. مش هنقول. معروفه. طب استنى. طب نقول طب انا اقوم بس نقول نقول هتعملي ايه؟ ادوق يا محمد. ليه يا كده؟ طب اطمن بس. طب على ما انت تروحي تشوفي احنا نكمل كلامنا. بس ما فيش حاجه. عايزه يا عبير الراي بصراحه. يعني من غير اي مجامله وعايزه الشكل نفسه بصراحه. اصدقائي زي ما انتم شايفين كده على الشاشه، زي ما احنا شايفين على الشاشه الاكل عامل ازاي. يعني بصراحه الواحد جاع. لا ما انت تجوع وناكل. لا خليك انت. طب دوقي كده يعني حاسسين. طب حضرتك ممكن تشاركها برضك. لا مش عايز حد يشاركني في اللي انا فيه ده. طب انت ترشح لي ايه الاول؟ كل حاجه كويسه. طب ايه ما هو في حاجات تتاكل على الهوا بقى عشان كده. وفي حاجات بعد الهوا. قرب لها الحاجه. قرب لها الحاجه اللي تاكلها. المحاشي ديت يعني حضرتك تدوقيها وقول لنا رايك فيها ايه. اسمعك دي قرب لها الحاجه اللي تاكلها. انا مش هينفع طبعا اقول رايي انا. طب حضرتك هنسمع رايك انت في. ايوه في الاكل ده. اتفضلي. والله دي مش بتدوق. ده بتاكل بجد مش بتدوق. انا خصوصا طبعا نفس الشكل بقى. عبير خلاص صباح كده. عبير هو عايزين يدوقوا. عبير انت مش بتدوقي، انت بتاكلي بجد. لا اتفضل انت الحلقه بقى. طيب على ما هي تدوق نرجع تاني في موضوعنا. احنا نتكلم لو قلنا في العلاقه وهي تتكلم في المطعم. في المطعم يعني. لو قلنا نصيحه لكل زوج. حضرتك تدوقي ورق قلم كده وقولي رايك فيه ايه. هو نصيحه لكل زوج زوجه. انا بتمنى ان كل زوج وزوجه يعبر عن مشاعره.
يعني انا عارفه انه جوزي بيحبني طبعا، بس هو ما بيقولش يقول لي ما انت عارفه، لا لازم تقول لها انا بحبك. زي ما بتعمليه بالظبط، لازم كويس قوي احنا وصلنا للمستوى ده. جوزي انا بحبك. المشاعر والكلام ده بيخلي العلاقه دايما بتتبين. طب بصي عشان هم ملغوشين الناس كلها مركزه معاهم ده، يعني هو عايز يدوق. طب خليكم عايز يدوق يعني برضو. عايز يدوق، ممكن يدوق برضو، ممكن اتفضل. انت عارفه انت عارفه يا بير انت بتعملي ايه في كام واحد بيتفرج؟ محمد انت يعني مسامحه لك، اتفضلي. طيب لو احنا اتكلمنا، لا المباراة ده خطير، انا ما بعملش بس المباراة خطير. لا المحشي زي اللي انا بعمله. طب اكيد طبعا تعمليه احسن. طبعا تعمليه احسن. لا تحفه تحفه. انا عايز اقول لاصدقائي ان اللبس او الحاجات اللي بتلبسها عبير مصممه ازياء فاتن ابراهيم هي دايما اللي بتختار لها كل طقم بتيجي بيه. احنا بنشكرها بنشكرها، بس عايز اقول لفاتن، شوف يا فاتن بتعمل ايه يعني. هو ده مظبوط، ده مظبوط. لا انا كده مكسوفه محمد، كده مكسوفه محمد. طيب هترجعي تاني ولا هتاكلي تاني؟ لا ما لا. طيب لو هتاكلي وتشوفي الحاجات احنا نتكلم. نرجع تاني نرجع تاني. الحمام دوت مش عايز بقى على الهوا ده، بعد الهوا الحمام ده. الحمام الحمام دوت بعد الهوا. للاسف مش بحب الحمام. لا انت ممكن عبير عبير لا مش بحب الحمام سيبيه. انا يعني كمل لنا بقى، قول لنا الحاجات اللي انت عملتها. نكمل بقى لغايه لما نعمل مكرونه مكرونه بشاميل. عبير احنا هنكمل كلامنا وانت ترجعي. بحريه حريه. نرجع تاني نرجع تاني. النصايح بقى اللي احنا لسه ما كملناهاش للزوج والزوجه. يعني الزوج والزوجه دي علاقه ربنا سبحانه وتعالى خلقها علشان تكبر. تمام. مش عشان ان احنا نقضي عليها. احنا خلينا العلاقه ما بين الزوج والزوجه يعني بقت سيئه جدا. ليه؟ لان ما فيش كلام. تمام. معظم الوقت الزوج يا ماسك الموبايل، الزوجه يا اما بتزعق مع الولاد يا اما ماسكه برضه الموبايل. خلاص بنتعامل مع الناس الخارجيه، ما بنتعاملش جوه. تمام. فيها ايه لما ارفع السماعه الصبح واقول له جوزي انت وحشتني؟ ايه؟ قولي لجوزك انت وحشتني يعني. وانت كمان تقول لمراتك انت وحشتيني. طيب. انا بحبك. لو انتوا الاثنين هو كمان يقول لا وانا بحبك. ايه اللي فيها؟ كويس. العلاقه بتكبر. حلو. طب لو في توجيه يتقال ازاي وامتى؟ التوجيه مش في نفس الموقف. كويس. التوجيه دايما اول عتاب زي ما انا بقول. انا العتاب حابه جدا ان انا اسميها العتاب. اوكي اتفقنا. بلاش التوجيه. ماشي. لان هو مش هيوجهني، لان في التوجيه جايه من السلطه. كويس. يعني انا ذات سلطه، انا بوجهك ولازم تسمع كلامي. حلو. لكن العلاقه ما بين الازواج ما تنفعش توجيه. هي عتاب، نقاش، كلام، لازم يبقى في بينهم حوار عشان خاطر يوصلوا لخلاص احنا وصلنا لللاين اللي احنا عايزينه. خلاص احنا اتفقنا، ولازم يبقى في بينهم تفاهم. في تفاهم في حياه، مفيش. طيب. تفاهم مفيش حياه. ينفع ان احنا نعمل الحوار ده قدام الاولاد؟ لا خالص. تمام. خالص. يعني لازم نختار الوقت والمكان. انا هقول لك على حاجه. طبعًا. مين فينا بيمسك اعصابه؟ لا لا اصل بصي يا عبير، بصي يا عبير، بصي يا عبير، احيانا ما علشان ما بنمسكش اعصابنا التوقيت بيبقى غلط فبيتبني عليه قرارات غلط. مش التوقيت. لا اصل هي خناقه دلوقتي. هو الولاد بيحسوا من غير انت ما تحكي لهم ولا تشركهم معاك في الموضوع. الولاد نفسهم بيشوفوا مود مامتهم مش مظبوط. حلو. مود باباهم مش تمام، خلاص عارفين ان في مشكله ما. فهم اوريدي الولاد. هو دي ممكن ان انا اقول لهم مثلا متضايقه من شغلي، متضايقه من الجيران، متضايقه، بس هو بيحصل قدامهم. لا انا بقول لك يعني انا غصب عني. يعني هم حتى لو انت حاولتي ان انت تتجنبي الولاد بيعرفوا. بيعرفوا. ايوه ما حتى لو هم حاسين، انا مش عايز احول احساسهم لحقيقه. او حتى احساسهم يكتشفوا ان كان في مشكله واختفت بسرعه بدون اثار. لكن لما يحصل ان في كلام توجيه عتاب باي شكل من الاشكال ويكون قوي قوي مع الشخص نفسه او الزوج مع الزوجه ده بقى. طيب نرجع تاني نشوف الملوخيه بسرعه. ايوه هي الملوخيه دي اللي بتظبط الدماغ غير القهوه وغير الشاي غير كل حاجه. احنا نسينا التوجيه.
هو الزوج يعزم مراته على اكله حلوه كده كويس وخلاص، يعني اي حد وكل حاجه هتغلط. اي حاجه يعملها الزوج ممكن ان هي تصالحه، مش في بيبقى في خط احمر؟ لا لا مش كل حاجه طبعا. ايوه مش كل حاجه لا. ماشي لا في حاجات طبعا خلاص، في حاجات بص هو دايما الاحترام اللي انا شايفاه في الحياه، ان الاحترام مهم جدا جدا جدا. تمام، في احترام خلاص الحياه كلها بتمشي، لكن انا ما بحترمش جوزي او جوزي ما بيحترمنيش، كل حاجه البنود اللي تحتها كلها خلاص مش هينفع انها تتظبط. طالما في اساس مهما يعمل انا هسامح، مهما هو لازم يبقى في احترام، لازم زوج يحترم زوجته قدام الناس وبينه وبينها. تمام، والزوجه نفس الموضوع، انا بوجه كلامي للزوج والزوجه يعني لازم الاحترام يكون متبادل. حلو. والحب يكون متبادل والنقاش متبادل، لازم لازم ما ينفعش من طرف واحد ان انا اجيب اللوم على طرف واحد. طيب ننتقل من الزوج للزوجه للاب والاولاد او الام والاولاد. دايما في مقوله بتقول ما تطلبش لو انت هزقت ابنك قدام اصحابه او بنتك قدام اصحابها، ما تطلبش من اصحابها او منها ان اصحابها يحترموها. بالظبط. تاني هقولها تاني. اتفضل. انا لو اهنت ابني او بنتي قدام صاحبتها او اصحابه وعايزينه يحترموه مش هيحترموه. بالظبط. يبقى لازم اكون انا حريص جدا على توجيه ابني او عتابه او تعليمه او نصيحته لوحده. الخطا اللي عمله لازم اكون ما بيني وما بينه مسافه ان انا اقول له. ايه رايك في الموضوع ده وانت بتتعاملي ازاي في حاجه زي كده؟ الاولاد بيختلفوا عن الزوج والزوجه. الزوج والزوجه انا ما ينفعش اقول توجيه، بقول عتاب. حلو. بقول نقاش، بقول نقد عشان ارتاح باي حاجه. طبعا. نقد باي يعني. لكن الاولاد انا عايزه ابني يبقى احسن مني، عايزه بنتي تبقى احسن مني، فاحيانا بيتطلب مني ان انا اتعنت عليها. احيانا لكن مش دايما. طب بس على فكره انا مش موافقه مع محمد في الراي ده. لا لا احيانا احيانا بتضطري. طب ما دلوقتي هو لو عمل موقف مع اصحابه ما انا لازم ابين لاصحابه ان هو غلط وانتوا غلطتوا. لا ياخدوش لو الغلط مشترك. لو الغلط مشترك. لكن لو ابني بس اللي غلط انا ما ينفعش ان انا اوجه له اللوم قدام اصحابه. صح. لكن لو كله غلط مشترك. لا لو الغلط مشترك طبيعي. وحتى لو الغلط مشترك خديه على جنب انصحيه وبعدين وجهيهم. لا وجهيهم توجهيهم بعد كده، لكن ما ينفعش ان انت تقللي منه قدامهم. ما هو انا لو قلت لحد على سبيل المثال، لو انا ليا صديق بقول له يا استاذ فلان الناس هتقول له استاذ فلان، او اقول له يا فلان بيه الناس هتقول له يا فلان بيه، لو انا لقيته باسمه الناس هتقول له باسمه. احنا متعودين على كده، ما عندناش ثقافه الاحترام. بس انا ابويا لما يزعق لي قدام حد صاحبي ملوش الحق ان هو يزعق لي برضه. تاني ده ابويا، احنا راضيين ان اي اب ممكن يزعق. وانا ما قلتلكيش، انا بقول لك ما تهنش ابنك، ما تهنش مش ابنك او توجهه او توبخه قدام اصحابه. انت ادي مثال دلوقتي لما اقول لفلان يا استاذ هيقولوا له لا، هو احترامي البني ادم نفسه. عبير انا بكلمك على اسس دي حقيقيه. في الواقع بتاعنا، في المجتمع بتاعنا، انت لو عايز اصحاب اخوات اصحاب ابنك او بنتك يحترموه. انت ما تقللش من قدره قدامهم. لو الغلط مشترك ما بينه وبين اصحابه. لا 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 يعني هو هيبقى كلام عام، كلام عام، ولازم ان انا اوجه له كلام واوجه لاصحابه كده. تمام. لكن لو ابني بس اللي غلطان يعني ما يعني عادي انا اخده لوحده واتكلم معاه، لان هو الشباب اذكياء جدا والبنات اذكياء جدا، بيعرفوا كل حاجه انت مش عارفاها كمان. يعني انت لو دخلتي على السوشيال ميديا هم عارفين حاجات انت مش عارفاها، فهم اذكياء مش محتاجين ان احنا نتذاكى عليهم. طبعا. لا مش هزعق له قدام اصحابه علشان ابين. لا 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 هيبقى بقى رد فعل سيء. تمام. يعني سيكولوجيا للاولاد. لا 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 بيتعبوا نفسيا. انا مع حضرتك. بصي عشان انت هتتحركي وهتاكلي وكده، ونقول الاسئله علشان نخلص من اللي ورايا. دلوقتي خلاص. احنا معانا مجموعه من الاسئله في كل حلقه، احنا بنقول اسئله. ان مصر دوت كوم بتقدم لنا كل حلقه جايزه 250 جنيه. ان مصر دوت كوم عندها ثلاث عروض، لو دخلنا على الصفحه هنلاقي في ثلاث عروض. في ثلاث عروض. السؤال ايه هي عروض أيوة. ان مصر ماشي اوكي. يعني انت بتجاوب وانا اقول السؤال. شركه الفراعنه للاستيراد والتصدير بتقدم لنا جائزه 250 جنيه. السؤال بيقول ايه اللوجو بتاع الشركه؟ ايه لون اللوجو بتاع اللوجو لشركه الفراعنه؟ شركه الفراعنه بتقدم لنا في كل حلقه اللوجو. شركه الفراعنه فيه اتنين لون مش لون واحد، فعايزين نبعت على الواتس اللي بيظهر قدامنا
الاجابه شركه الفراعنه بتقدم لنا 250 جنيه. السؤال الثالث، مطعم طبعا قريه بدويه، مطعم قريه بدويه النهارده هتساله المهندسه ناهد دهالي رئيس مجلس اداره، وبتقدم لنا في كل حلقه فايز واحد لدعوه للعشاء. السؤال بيقول ما هو رقم الخط الساخن؟ الخط الساخن 15. بس مش الجمهور. طيب تمام، انا اديتهم رقم واحد يعرفوا يكملوا الباقي. يكملوا الباقي. اطلاله للدعايه والاعلان بتقدم لنا في كل حلقه جايزه 250 جنيه، جايزه 250 جنيه. اطلاله للدعايه والاعلان متخصصه في الدعايه والاعلان، تصميم اللوجوهات وتصميم الكروت وتصميم البنرات اللي بتتعلق، كمان التدريب وانتاج الاعمال الفنيه. السؤال بيقول قول لنا حاجه واحده من الحاجات اللي احنا قلناها، الانشطه، نشاط من الانشطه اللي بتقدمها اطلاله للدعايه والاعلان. زي ما احنا شايفين النهارده نرجع بقى تاني لشيف مهدي. قوم بقى برضو لا تقومي ايه؟ ده انا اللي عايز اقوم يا مهدي. لا خلاص بقى في ريحه زياده، في ريحه ملوخيه. قول لنا بقى ايه اللي قدامك والدنيا عامله ازاي؟ نعمل نبذه صغيره كده عن مطعمنا. قوم يا مهدي. قوم بقى صغيره، يعني ده مش كل مطعمنا طبعا، ده جزء بسيط من مطعمنا. انت تشرح بقى باقي مطعمنا بنقدم ايه؟ تقدم قول بقى يعني. احنا عملنا النهارده الرز، عملنا رز منزي، عملنا رز برياني، عملنا الرز الكبسه، عملنا النهارده البط سلقناه وحمرناه، حلو، عملنا الحمام المحشي، عملنا طبعا الملوخيه مسقعه، عملنا مكرونه بشاميل، عملنا ممبار، عملنا كباب، عملنا شيش طاووق. بالراحه بالراحه يعني، بالراحه، خليني اكل كل حاجه بالراحه. عملنا المحاشي طبعا، طبعا مش مستوى الاستاذه اللي بتعملها، تمام، زي بالظبط ونفس الترتيب بتاعي، مستوى الاستاذه اللي بتعملها، تمام. المحشي ورق العنب والمحشي المشكل كويس. دخلنا بقى على الحلويات. عملنا كنافه بالقشطه. انا على ما اعتقد ان انا المفروض ان انا اقوم قبل ما الحلقه ما تخلص، لان بعد لو الحلقه ما خلصت طيب مش هلحق. خلاص الاعداد بيقولوا لي خلاص يعني على الكنافه، لان الكنافه بتاعتنا احنا مشهورين بيها جدا. اتكلمنا عن الكنافه. وشيف مجدي لازم تعرف جمهورنا عن الكنافه بتاعتنا. احنا عندنا اولا خاماتنا، يعني بنجيب اجود خامات بنشتغل بيها، تمام. سمنه بلدي. بنجيب طريقه عمل الكنافه يعني، ولا اعمل ايه؟ قول اللي انت عايزه. طيب طريقه عمل الكنافه، احنا بنجيب سمنه بلدي، تمام، بنحطها في الفورمه بتاعتنا، حلو. بنجيب الكنافه بتاعتنا اللي هي معموله، حلو. بنرص الفورمه، بنجيب قشطه فريش، بيبقى فيه ده الطبقه اللي هي في النص، بعد كده بنكمل الكنافه، تمام، وبعد كده بنسويها بالشكل دوت، وبعد كده بنعمل العسل بتاعها اللي هو السيرب، ايوه، عباره عن سكر، عباره عن حاجتنا بقى احنا، بقى يعني مش هنقول بقى يعني قوي، يعني هنعملها على الهواء، مش هنحطها يعني، مش هنغسلها. لا انا هي كده خلاص، هي كده، هي جاهزه كده، احنا أيوة. كده هو هي كده جاهزه. أيوة للتقديم. ايوه ايوه وجاهزه ليا. عشان انا بحب الكنافه. مش هنكتر بقى سكر عشان خلاص يعني ولا حاجه، مش هنكتر بقى. لا لا لا، اجمل كنافه، اجمل كنافه هتاكليها، وانت اللي هتقولي، دوقي وقولي لي. طب يعني خلاص باشمهندسه، حد بقى ياخد. باشمهندسه ندى، عايزين نقول بقى لكل اللي بيشوفونا الحاجات الحلوه دي والمطعم الحلو ده والوجبات الجامده دي، لو كل اصدقائنا بقى عايزين يروحوا قريه بدويه وعايزين وشايفين الحاجات دي، ممكن زي ما كنت لسه عبير بتقول الاسعار. عايزين نركز ده، لان مجموعه من الشباب كتير جدا بيهمها لما تروح مكان انه يبقى يلاقوا فيه جو شبابي والسعر المناسب ليهم. لا يعني اكثر يعني اكيد اكيد شوية. السعر هيناسب كل الشباب، كل العائلات، واي حد بيجي الحمد لله رب العالمين عمره ما اشتكى ان السعر غالي او احنا اوفر في اي حاجه. لا الحمد لله رب العالمين، ودي شهاده بنسمعها فعلا من الناس، يعني بتيجي عندنا بالمطعم، ضيوفنا اللي بيجوا بيقولوا يعني فعلا فعلا احنا كل اكلنا هنا. طيب كل الفايزين كل الفايزين اللي فازوا احنا جمعنا اساميهم، قول لهم بقى ايه اللي هيعملوه الفتره اللي جايه، ويجوا امتى، ما يجوش امتى، والمواعيد وازاي. احنا خلاص يشرفونا في اي وقت، بس هو الويك اند، بس الويك اند اللي احنا ما نروحش، لكن باقي الاسبوع تشرفونا في اي وقت، غدا عشاء في اي وقت، تمام. المطعم تحت امره. طبعا اصدقائي، يبقى كل الفايزين اللي هيبقوا موجودين معانا هنتصل بيهم وهيقول لنا، هنديهم دعوه هيروحوا بيها ما عدا يوم الخميس والجمعه، هيستقبلهم الشيف مجدي
هتستقبلهم الباشمهندسه وهيقضوا يوم حلو جدا هناك. النهارده انا سعيد بالحاله اللي احنا عاملينها، سعيد بالطعم الحلو للحلقه النهارده. الطعم الحلو ده كان سببه وجود معانا الباشمهندسه ناهد علي رئيس مجلس اداره كهرباء البدويه، بشكرك. شكرا. واللي طلع لنا الاكل الحلو ده شيف مجدي، اهلا بيك يا شيف مجدي. شيف محمد واللي كل الاكل الحلو ده عبير، بشكرك يا عبير. انا طيب. شكرا يا محمد، وحلقه لذيذه وربنا يخليكي. والكنافه ايه احضر؟ لا ما خلاص انا هاخدها بقى، ما خلاص انا عايزه انهي بسرعه عشان اصدقائي انا بشكركم، وانتظرونا قبل الميعاد بساعه بكل ميعاد كل يوم خميس في برنامج كل الناس نيوز، ومفاجآت جديده ومسابقات جديده وجوائز جديده. اشكركم والى اللقاء.